السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المتابعين، مرحبا بكم. هذا حساب بروفيسور ماريكونين، وهذا المنشور وضعته يوم 1 سبتمبر، يعني 1 شهر 9، الساعة 1 ليلا، يعني نهاية، يعني منتصف الليل، يوم 31 شهر 8. وتكلمت هنا، سأبدأ على التنازل لارتفاع البيتكوين للسعر الجيد الذي يجعل كل توصياتي لهذا الأسبوع تنفجر 100 ساعة، يعني ابتداء 99.59 بداية 100 ساعة من هذا التاريخ، لحدود الساعة عندما تقوم بالحساب منذ هذا التاريخ لليوم. نحن اليوم بأي تاريخ؟ نحن اليوم بتاريخ 5، بخمس تاريخ 5، يعني تقريبا لم نكمل يعني يوم 6، بمعنى سنقوم بالحساب كالكوليتر. هذه الكالكوليتر الغبية، لا أحب كالكوليتر بألوان جميلة. إذا نقوم بحساب 5 أيام ضرب، سنقوم بالعد، يعني يوم 1، 2، 3، 4، و5 اكتمل اليوم، يعني 5 أيام. 5 ضرب 24 ساعة تساوي 120 ساعة، ناقص الساعة الآن كم عندنا؟ 11، 12، الوحدة الجوج، ناقص 3 ساعات 117 ساعة. عندنا 117 ساعة لحدود الساعة، لكن البيتكوين سنقول لكم متى ضرب الرقم الذي تكلمنا عنه. سنقوم الآن بوضع الساعات. انظر، هنا ضرب 50,000، وهنا كم ضرب؟ ضرب 50,410. هنا ضرب لحدود الساعة 50,851، هنا ضرب 51,000، يعني 15 ساعة. يعني ابتداء من، يعني وصلت لمئة ساعة، 115 ساعة تقريبا من الحساب الذي قمت بالحساب. انظر أين هي البيتكوين آليا، يعني عندما نكون قريبين جدا من الرقم، وصلنا ل 51,828. ترى، وهذا هو أعلى رقم أو أعلى يعني مؤشر وصلنا إليه حاليا بعد الانهيار الأخير، هو هذا أعلى مؤشر، 51,569. رأيتم؟ يعني رأيتم لماذا كان الحساب دقيق جدا؟ ستسألني الآن متى وضعت ذلك الحساب؟ كان يوم ونهاية 31، سنة 31، 26، 8، 22، 29، 30، هنا في هذا اليوم. هاي شحال تجيب؟ كل شيء ساد، كل كنظن كل شيء ساد، ما جبت حتى شي حاجه. كاين الماء؟ انا شوف ما كاين، ما عندنا نجيبي. سولي قول له واش كاين شي واحد فاتح. واخا ما جبت حتى شي حاجه، ما حتى العصير ما جيبي، غير ليكم نتوما. لا لا ما بغيت والو، الماء وصافي. داكو، بون، شوف هنا اليوم الذي أنزلنا فيه التوصية، انظر كيف كان ذلك اليوم. ذلك اليوم كان ضعيف جدا، هناك الشمعة ذلك اليوم كانت رهيبة جدا، وتنبئ عندما تكون الشمعة خفيفة تنبئ بانهيار. دائما الناس عندما يرون الشمعة خفيفة أحيانا يقولوا قد تكون هناك انهيار وكذا وكذا، لأن يتبعوا الشمعة الخفيفة الخضراء قد يتبعها أحيانا انهيار أحيانا. إذا ماذا حدث؟ الناس كانوا ينتظرون نزول السوق، لكنني في هذا اليوم، يوم 31 بمنتصف الليل، تكلمت عن هذا الأمر. انظر هنا تويتر، 1 ليلا كانت عندنا نحن 1:16، يعني بعد دخول، بعد ساعة تقريبا، بعد ساعة وربع من 31، يعني دخول اليوم الجديد. انظر ماذا قلنا هنا، سأبدأ تعد التنازل لارتفاع البيتكوين للسعر الجيد الذي يجعل للسعر الجيد، بمعنى أن كان هناك سعر، لكن ليس هذا مهم. كذلك ذكرت هنا بالرقم، ذكرت شيء مهم جدا، دقيقة سأريه لكم. ذكرت شيء مهم جدا وهي 31,500. دقيقة. لتروا أن البروفيسور ماريك أونين، يعني الحساب مهم جدا، وتحديد بوقت زمني يمكنني تحديد للسوق باليوم وبالدقيقة وبالساعة إذا أردت. دقيقة، دعونا نبحث. نبحث عن 51,000. كنت أذكر اسم، قلت لكم سأربط السوق بعجلة طائرة. المهم دعوني أدخل لهذا المكان لكي أتكلم بحرية.
أوكي. إذن انظر هنا، تكلمت عن قلت لهم سأربطه للسماء السابعة يوم الخميس بالليل والجمعة والسبت أيام مصيرية للسكالبرز. يا نفس يا قفز مظلي بدون بامبرز، لم تمر أربعة أيام من نزول يا رأس البطيخة. إذن مهم، كنت أتكلم هنا وأضحك، لكن هنا ذكرت رقم مهم جدا وهو 51,101. لا أتذكر أين وضعتها بالضبط، لكنني تكلمت عن 51,000 هنا. هنا تكلمت، انظر، قبل أربعة أيام تكلم بالتوفيق للجميع، غدا عندي رحلة سفر وأنا الآن أقوم بالتداول بنظام سومي هولد وهو البيع بين واحد يوم لأربعة عشر يوم، وهذا لا أضطر لقضو. دعوني فقط إلى هذا المكان. دقيقة فقط، سأذهب لمكان هنا وأتكلم بحرية لأن الليل. المهم، ترون أنني هنا بالتداول بنظام سومي هولد 14 يوم، ولهذا لا أضطر للقدوم لمتابعة السوق وصعود السوق لأن المسار محتوم. اسمع ماذا أقول قبل خمسة أيام الآن، هذا ليس أربعة أيام لأن التاريخ، انظر أي ساعة كان، كان الساعة الثالثة وثمانية عشر صباحا، بمعنى بعد أربع ساعات سيكون خمسة أيام، بعد أربع ساعات سيكون خمسة أيام، يعني قبل خمسة أيام كنت أقول هذا الكلام. اسمع، 14 يوم، ولهذا لا أضطر لقدوم لمتابعة نزول وصعود السوق لأن المسار محتوم وهو ضرب سعر 51,111. بعد وقت ليس ببعيد، من باع فهو حر في ماله ومن لم يبيع فهو حر. بوقت ليس ببعيد، كنا نقول بوقت ليس ببعيد لأنني هنا سأحدد الوقت. دقيقة، هنا كنت قد حددت الوقت وهو 100 ساعة، 100 ساعة، لأن كان بعد هذا التحديد يعني بضع ساعات، بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، قلت ليس وقت بعيد، لكنني حددت هنا بعد 100 ساعة بالضبط سيصل البيتكوين أولا لرقم، قلنا رقم جيد جدا، وبعده حددت الرقم وهو 51,111. هذا الرقم مهم جدا. لماذا؟ عندما يضرب البيتكوين 51,111 بالنسبة لنا نحن هذا يوم العيد، ليس لأننا نبيع بل نخسر، نحن حاليا نحن نخسر. لماذا؟ ترى هاتي عملاتنا، الريك تخسر، الإكس إي سي تخسر، السوق لا يربح الآن، السوق ينهار. ترى سنرى مثلا بوان أور بالساعات، لا دع أنا نرى، ترى أن هناك خسائر تنزل، الأيوتا تخسر، الأرن الأوم تخسر، ترى أن يومين وهي من الخسارة، السوق الاس ال بي يخسر، ثلاثة أيام من الخسارة، الويف سانت تخسر، أربعة أيام خسارة، الاس ال ام تخسر، ماذا تريد؟ ماذا تريد غير؟ الكوتي تخسر، لا الكوتي تربح الآن، هي نازلة صراحة لكنها سي اتش ار يربح قليلا. إذن ترى، لكن هذه العملات هنا تبدأ تربح، هذه العملات لا نتداول فيها قليل، يعني نادر جدا عندما تجدون مثلا نختار الاي سي بي، ستقول الاي سي بي ضربت 83 فريكونس. هنا ذكرت شيء مهم جدا، أولا سترى هنا الآن نحن نستعد لشيئا، الشيء الأول وهو أن نبيع ما اشترينا سابقا بأرباح، لكن الشيء الثاني الذي نريد شراءه عندما ترتفع البيتكوين هو الآن ينزل. انظر ماذا قلت، انظر ماذا قلت هنا بوضوح لنكون واضحين جدا وأوضح الأمر. انظر ماذا قلت، سأبدأ العد التنازلي لارتفاع البيتكوين للسعر الجيد الذي يجعل كل توصياتي لهذا الأسبوع تنفجر 100 ساعة، تنفجر كل توصياتي. هل كانت عندنا الاي سي بي؟ هذه التوصيات سنرى، سنبحث، سنقوم بالبحث عفوا. كنا نريد شراء، كنت أريد أن أنزل توصيات جديدة، الآن سنرى الاي سي بي، الاي سي بي من أول يوم، الاي سي بي من أول يوم اشترينا بال 61، أي يوم هذا كان؟ وهو يوم 1 سبتمبر، يعني بعدما نزل ذلك المنشور 1 سبتمبر، كم اشترينا ب 61؟ بكم سعر البيع؟ البيع فوق 75 للهولد، 75، كم ضربت الاي سي بي اليوم؟ كم ضربت الاي سي بي؟ انظر، كم ضربت الاي سي بي؟ 83. هل كل توصيات رابحة أم لا؟
هل كل توصياتي رابحة؟ نعم كل توصياتي رابحة. أنا سأقول لكم واحدة بالواحدة. دعونا نرجع مرة أخرى للتليجرام. انظر، ضربت سعر البيع للهولد والسومي هولد والشورت، كل الأسعار ضربت. سنرى الأولى، كم شرينا بال 64؟ بكم سعر البيع بال 75؟ هل ضربت؟ ضربت. نحن الآن في 83. كذلك سنرى قبلها توصيات، كيف نعمل؟ نحن نبدأ نشتري 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 نشتري، كل يوم تنزل توصيات جديدة وأسعار مختلفة، لكن عندي الحساب أعلم أن عندما تضرب العملة سيبيع الكل بنفس الربح، لا يوجد أنني اشتريته غالي أو رخيص. انظر الإي سي بي بال 64 البيع بكم؟ 75. هذا هنا مثلا كان السعر الشرينا غالي، لكن الإنسان باع بال 75 لأنها للسومي هولد، والقناة اسمها لنكون واضحين جدا قناتي اسمها السومي هولد، ليست للهولد، هي للسومي هولد، بمعنى أن سعر السومي هولد تجد كله ضرب، تجد كل سعر الأسعار. سنرى مثلا هنا الآئر الآن تنزل، ضربنا هذا الهدف في الصباح، الإنبوكس تنزل، انظر للهولد أسبوع للإثنين، انظر ماذا كتبنا هنا، الإنبوكس للهولد أسبوع بإثنين. لماذا لا نقول ستضرب هذه فقط في الصباح نزلتها؟ لأن الإنبوكس الآن ستجدها تنزل، لهذا كتبنا أسبوع لإثنين. إذن الديكس كذلك تكلمنا عنها، استثمر وانتظر فوق يومين أو سبعة ولا تزعجني. ترون الآن توصيات، سندخل للأمور التي ضربت الديكس، هذه ضربت من زمان تي ال ام، كذلك لنرى تي في كا وتي ال ام. هذه العملات من المفروض الآن أن تكون، يعني التي في كا لا أدري هل ضربت أم لا، لكنها من المفروض أن تضرب. التي في كا 33 السعر، ضربت قبل قليل، أي سعر وصلت؟ وصلت الهاي 34. هل ضربت سومي هولد؟ 34.80 تقريبا اقتربت منه، 34.80 كم ضربت هناك؟ 34.63 يعني قريبة وهي رابحة، لنكون واضحين الناس شروا ب 31 هي رابحة. سنرى التي في كا أخرى القديمة، تي في كي واحد، انظر بير 31 تشتروها مرة أخرى، البيع كذلك هنا السومي هولد، التي في كا مرة أخرى سعر البيع فوق 35، طبعا فوق 40، كذلك لا تزال رابحة لأن سعر الشراء هو 32، يعني الآن كل التوصيات رابحة. انظر كل الآن السعر الحالي 33 يعني رابحة. سنرى أي توصية تريد، أي توصية من اختيارك. لماذا أقوم بنشر تلك الأمور هناك؟ لأن نبني عليها توصياتنا، وأقول لكم أن توصياتي ستكون رابحة لأنني أعلم بالضبط ما هو مصال بيتكوين. انظر تعلم من المفروض أن تكون الآن نازلة لأنها للهولد بعد 7 أيام، لا ندري ماذا حدث، لكنها من المفروض ألا ترتفع اليوم. تي ال ام 33، يعني لا يوجد هناك أي شيء جديد. بكم اشترينا تي ال ام؟ اشترينا بسعر 32، إذا رابحة كذلك ومتحررة. انظر 32.74 يعني رابحة ليست خاسرة، انظر لحدود الساعة يعني رابحة ومتحررة وأمور جيدة، بمعنى أننا لا نخسر. هاتي من القناة مباشرة أريكم كل شيء لايف، لا توجد لا صور ولا بطيخ، أي شيء جميل سترى، أي شيء سيء سترى. الإنبوكس مررنا منها، الإي سي بي 64 75 ضربت كل الأهداف، تي في كا الإكس في إس ضربت هذا الهدف، ضربت كل الأهداف، ضربتهم قبل يومين، الإكس في إس البارحة ضربت كل الأهداف، كل الأهداف ضربتهم البارحة قبل البارحة، وصلت للأربعين. ترون أن يوم نزولها كان يوم 3 سبتمبر، يعني في نفس اليوم في الصباح مع الساعة 4 ثانية بصباحا، يعني والهدف تم ضربه بعد 6 ساعات تقريبا. السعر 40، البيع فوق 40، كم ضربت؟ ضربت 40.67. انظر للحساب ودقة الحسابات في قناة توصيات يا حبيبي. 40.67 نحن نضع لها 40. تخيل معي واحد اشترى ب 31 دولار وباع ب 40 بعد 6 ساعات، كم أرباحه؟ يا عيوني. المهم رأينا الـ XVC ترو 56، لا أدري ماذا حدث معها، ترو خلاص، يعني ربحنا منها سابقا وأعدنا الشراء، ربحنا منها مرة. الترو متعادلة 63، كم اشترينا؟ 56 يعني رابحة، الحمد لله 63. الآن سنرى وصلت لل 64.20، سنرى هنا بكم سعر البيع، 64 إذن رابحة، ضربت الهدف الأول في الشورت، جيد الحمد لله. الديكسي
لسنا بحاجة إليها لأننا نزلناها قبل مدة قصيرة فقط قبل يومين، واستثمر وانتظر فوق يومين أو خمسة أيام ولا تزعجني، ما بين يوم لخمسة أيام 15-90 سنة راه كان ديكس. الآن من المفروض أن تكون نازلة اليوم ديكس 15-55 إذا متعادلة، لا يوجد هناك أي شيء. ضربت اليوم 16-20 قبل قليل 16-20، إذا متعادلة لا بأس بها، يعني السوق عندنا هناك. إذا نرى أن هاتي الدينت وكذا وتلك التوصيات الأخرى أليس 18-10 أليس 18-84 أليس ضربت الهدف البارحة من المفروض 20-51، هل وصلت الهدف أم لا؟ 20-80 قربت من الهدف من الشورت لكنها رابحة لحدود الساعة 18. نرى كم شرينا أليس ب 18-10، الآن أليس بالعشرين 18-85، يعني متحررة ورابحة طبعا، بمعنى أن لا يوجد خسائر. إذا بحثت في أي توصية، في أي توصية عندنا هنا مئات الآلاف من التوصيات، لا يمكن أن نعد توصيات هذا الشهر، هناك الآلاف الآلاف آلاف من التوصيات، لأن يوميا أنزل 10 توصيات 15 توصية 14. هذه التوصيات ترى متعادلة، ضربت بنجاح ورابحة، TLM ترو متعادلة أو شبه محررة، كانت رابحة والآن شبه متعادلة، كانت رابحة والآن شبه متحررة، رابحة ضربت الهدف بنجاح. المانا سنرى هاتي المانا، لا أدري ما اسم أمها، المانا سنرى الآن أين هي المانا، ضربت دولار، سنرى كم ضربت الهاي المانا يا سيدي، ضربت الهاي دولار 0.7. الآن ستصدم عندما تجد أن السومي هولد هو دولار 0.5، عندما نقارن السومي هولد مع ماذا حدث، دولار 0.7 ودولار 0.5، ترى أنه ضربت الهدف يعني بحساب ميكروسكوبي، ميكروسكوبي بالحساب الميكروسكوبي أحسب لها، وكل التوصيات ستجدني يعني تجد أن الحساب للسومي هولد عندي دقيق جدا، ما شاء الله تبارك الله الحمد لله، قل أعوذ برب الفلق. المهم تلك TLM، هاتي كل التوصيات انتهينا منها، هاتي كل التوصيات انتهينا منها، ضربت يعني كل يوم يعني نراجع الأونز كذلك، إذا دخلت لأي شيء يعني صدفة 1.03 الأو إن تي ستجد أن كلها ضربت، كل التوصيات أو إن تي بدون اختيار بدون أي شيء. الأونز 1.29 كم وصلت الأعلى، هو دولار 30، سنرى الأونز ماذا حدث معها. الأونز هو دولار 15-20، ضربت سومي هولد أم لا، ضربت سومي هولد، البيع بالسومي هولد ضربته، بمعنى كم ربحنا 22% في هذيك، ولحدود الساعة هي رابحة أم خاسرة، لحدود الساعة هي في دولار 29، لحد الساعة هي دولار 29، الكم سومي هولد دولار 20، يعني لا أريد يعني الخوض في كل، هناك توصيات كلها الكيتيوم، أي إي بي إس أي عملة تريد أن ندخل إليها قد أدخل معك للكيتيوم 12-41 الكيتيوم. الآن كم ضربت 16-51 كيوتيوم، كيوتيوم كم كان عندنا الهولد قصير المدى، انظر الهولد قصير الأمد، البيع فوق 16، هل ضربت الهدف الأول، هل ضربت الشورت هولد، فرعت الشورت هولد كسرته، قتلت سومي هولد وضربت كذلك، انظر الهولد قصير الأمد، البيع فوق 16، هل ضربت 16-51 ضربت الهدف. نعم يا عمي، أي عملة تريد أخرى اختر من عندك، الاي بي اس جي تي، سنرى امهات الاي بي اس، اي بي اس اي بي اس نازل الان، اي يوم نزلنا التوصيه، سنرى الشورت هولد يوم 30 اغسطس، 30 اغسطس كم كان سعرها، 31.30، اذا بكم اشترينا سعر الشراء ذلك اليوم، اشترينا ب 99، سنرى كم الان، كم الهدف، الهدف الأول دولار 15، هل ضربت دولار 15؟ لا، الكيتيوم الاي بي اس هي النازلة الآن، لم تضرب بعد، لم تضرب، ماذا كتبنا تحتها، لا بأس بها، أداؤها متقلب وإحداثيها آمنة، يعني إحداثياتها آمنة لا بأس بها، يعني لا نقول أن عملة جيدة وكذا يعني، لكن هل ستضرب الهدف أم لا، ستفجر أم الهدف مع العملات الجديدة، لأن هذه الاي بي اس هي مع العملات التي تنزل الآن مع الديكس، انظر هي مع الدكسي
كذلك تجدونها الآن هي نازلة، هي مع عملة ريك، كذلك ترى كذلك هي مع عملة الريك، هي مع عملة أخرى AXS أظن لربما مع عملة AXS كذلك غير رابحة، هي مع عملة نسيت اسمها، بعض العملات التي نحتاجها عندما يرتفع السوق. انظر لمثالنا، نحن عندما يرتفع ينزل السوق نكون نربح، وعندما يرتفع السوق نشتري بسعر رخيص جدا، وعندما ينزل السوق نحن نربح، بمعنى هذا هو السبب الذي لا نخسر فيه، لأننا نشتري عندما يكون السوق مرتفع بسعر رخيص، وعندما ينزل السوق هاته عملاتنا ترتفع. المهم الاي بي اس الكيتيو، ما اسم هذا الجي تي سي كذلك، سنرى ماذا كتبنا تحتها، لا بأس بأدائها متقلب وآمنة، هاته العملات أدخلتها كانت جديدة ذلك الوقت، جي تي سي تجد تحتها ملاحظة، إذا كانت لا بأس بها يعني ليست جيدة، نقول لا بأس بها يعني لن تخسر فيها طبعا، وربحها سيكون متواضع، لأننا أحيانا لا نجد مثلا انظر لسعرها 12.29 ستجدها فقط متعادلة، 12.69 12.27 يعني متعادلة، البارحة كم كانت؟ البارحة كانت 13.17 يعني متعادلة، هذه العملات التي تجد لا بأس بها. كل توصية، شوف هنا لا تجد توصية يعني العملة جيدة، عندما لا تجد تحت توصية أي شيء العملة تكون جيدة، وإذا وجدت تحتها علامة قد تجدها جيدة جدا لا بأس بها. هل انظر جيدة جدا جدا للهولد وآمنة، البي ان بي كم سعر 504، البي ان بي اليوم غير رابحة طبعا، ستكون بعد غدا او بعد غد ستربح، بي ان بي 502، هل ضربت الهدف البي ان بي؟ هذا هو المهم عندنا البارحة، سنرى الهدف البي ان بي ضربت الهاي 509، 509 البي ان بي، هل ضربت الهدف؟ ضربت هدف البيع بالشورت 504، ضربت 509 بمعنى انها رابحة، ولحدود كتابتي لهذا الفيديو هي لا تزال رابحة، 502 دولار وكم اشتريناها ب 478، هل هي خاسرة؟ لا، الديكس ضربت الهدف سابقا وانتهينا من قصتها، لأن هذه الديكس يوم 30 كانت، هل ضربت الهدف؟ ضربت كل الأهداف يوم 30، الديكسي ضربت كل الأهداف، سأقول لكم لماذا، انظر هذه هي الديكس، أي يوم هذا؟ واحد، هذا هو يوم 30 في نفس اليوم 31، هذا هو يوم 30 اشتريناه في هذا التاريخ، كم ضربت اليوم الذي بعده؟ هو هذا، ضربت تقريبا 19.53، انظر 19.92 كانت قريبة من الهدف، لكنها ضربت الهدف التاكسي. AXS AXE هي التي ضربت الهدف، هذه كانت يعني رابحة، كانت رابحة في ذلك الوقت، لكنها لم تصل للهدف القريب 15.50، الآن لحدود الساعة هي رابحة ومتحررة، سعر الشراء 14.64، ولكن سعرها الآن هو 15.50 يعني متحررة، لسنا خاسرين، بمعنى أن القصة في هنا يا إما نربح يا إما يعني نتعادل يا إما نتحرر بربح خفيف، يمكن التحرر منها بربح خفيف، يعني أهم شيء أننا نخسر. الإيتريوم كلاسيك شرينا بال 61، الإي تي سي انظر حبيبي العزيز كم السعر الآن 72.45، كم ضربت على السعر اليوم 73.49، سنرى هل ضربت 73، ضربت سعر شورت هولد ضربته، وضربت سعر سومي هولد الذي هو اسم القناة، ضربت 69.55، هي الآن في 72 بمعنى أنها ضربت ناجحة. الإكس إي سي، وصلنا الإكس إي سي، بكم اشترينا الإكس إي سي؟ 0.15، هذه هي العملة التي اختلطت مع الديكسي، الإكس إي سي هي التي تكلمت عنها، بكم اشتريناها يا عمي؟ انظر بكم اشترينا هذه العملة في هذا اليوم، إكس إي سي بي يو إس دي، كم بكم اشتريناه وبأي تاريخ كان الشراء؟ تاريخ شراء يوم 30 أغسطس لكي نفهم الأمور، 28-29-30 هذا هو يوم 30، كان السعر نزلت ل 14.9700، احنا بكم اشتريناها؟ الديكس يا سيدي ضربناها ب 15، ضربناها في ال 15، بكم البيع؟ 18-22-30، سنرى أين ضربت، افتح اوبن بون. شوف هنا كم يعني بعد 30 هو هذا يوم 30، انظر اين وصلت ل 39، هل ضربت الهاتف؟
ضربت الهدف الأول والثاني والثالث، ضربت جميع الأعمال. لهنا ننتهي، وترون أن دراسة البروفيسور ماريك أونيان دقيقة جدا. وهذا هو، إذا أردت الاشتراك في قناة توصيات ما عليك إلى الدخول هنا فيسبوك للبروفايل، لأن جاء وقت العشاء دقيقة، ستدخل للبروفيل، ستضغط في هذا المكان وتأتي تضغط في هذا الرابط. عندما تضغط في هذا الرابط ستنتقل مباشرة للبوت وسيقوم بتسجيلك. السلام عليكم.